تعالوا بقى نروح للسينما. احكي لكم بقى حكايه. طبعا انتوا عارفين انه السينما الامريكيه بتشتغل في الموضوعات دلوقتي، يعني قبل ما بيقدم الفيلم هو بيبقى عامل دراسه زي دراسه جدوى كده. الفيلم ده مثلا موضوعه ممكن يعمل يعني جذب قد ايه لعدد المشاهدين، مش بس في امريكا ولكن في العالم، ويحقق ايرادات قد ايه ويوصلوا لقد ايه. يعني ما بيبقوش داخلين وايه ويتفاجئ مثلا، لا، يعني هو بيبقى عارف انه افلام زي دي يقدر يوصل لفين. احيانا طبعا بتبقى اكتر، بس بيبقى عارف الـ يعني اقل حاجه وادنى حاجه يوصل ايه. وصلت ايرادات فيلم لايف اكشن ذا ليتل ميرميد، الفيلم ده اللي هي ميرميد، خليني اقول لكم اللي هي زي عروسه البحر يعني زي ما بنقول. يعني بصوا الارقام، 567 مليون، وطبعا رقم و516 ألف دولار ده لشباك التذاكر. من إمتى؟ الفيلم تم طرحه 26 مايو، شهر مايو الماضي، وطبعا الفيلم من إنتاج شركة ديزني. يعني إحنا بنتكلم على شركة يعني عظيمة، يعني شركة عارفة هي بتعمل إيه وعارفة هي بتقدم إيه وعارفة كمان جمهورها قد إيه، خصوصا جمهورها على فكرة ديزني مش بس جمهورها من الأطفال والشباب، لا، من الكبار كمان. الفيلم مدته ساعتين و15 دقيقة، وطبعا الإيرادات للفيلم الحقيقة انقسمت من 297 مليون و194 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و270 مليون و321 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي. العالمي يعني بنقول في باقي الدول. الفيلم طبعا البطلة الفيلم، البطلة على فكرة هي بطلة صغيرة كمان، يعني يمكن عندها 23 سنة البطلة، وهي مطربة أصلا، سينجر يعني، هيري بيلي أعتقد. وهي بتدور على أنه اسمها أربيل، وهي بتحاول تنقذ واحد من البشر فبتحبه، هو ملك أو برنس أمير، فبتحاول أن هي تسيب يعني الجنس بتاعها حرية البحر وتذهب إلى عالم الإنسان. يعني طبعا بيقابلها بقى مشاكل ومغامرات وحاجات، وبتتعرض في الآخر إنها ممكن كمان يعني التاج بتاع أبوها يضيع بسبب الموضوع ده. طبعا أكيد الفيلم جذاب كقصة، ولكن عارفين القصة دي تروح وتيجي، وعالم ديزني بقى يعني أنت ديزني يعني 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 لو عايز تتكلم عن الخيال وتتكلم عن الفن والقصص بقى المختلفة بتاع ديزني، فحدث ولا حرج. يعني هي من أقوى الشركات الإنتاج في العالم بالنسبة لهذه النوعية من الأفلام. خليني أروح للناقد الفني رامي المتولي علشان يقول لي مزيد من التفاصيل. وأول خليني أرحب بيه. مساء الخير يا رامي. مساء الفل يا أستاذ شبكي، إزي حضرتك؟ يعني أول سؤال، أنت عارف يعني وأنا بقرأ كده الأرقام حلم، يعني يا رب أعيش لحد ما أقول وحاز الفيلم المصري على كل هذه الأرقام، مين عارف يعني. خليني أسألك، بس احنا برضو بنحقق ارقام قويه يعني. ايوه بس احنا بنتكلم على مليون دولار، فيعني طبعا بنحقق. بس والله لا، بص هقول لحضرتك حاجه. اولا الفرق الكبير له علاقه بعدد شاشات العرض. يعني طبعًا احنا بنتكلم ان الاستوديوهات الامريكيه اللي هي عندها شركات توزيع مسيطره تقريبا على 7000 وكسور شاشه عرض ما بين امريكا الشماليه وكندا. فاحنا بنتكلم في رقم مهول من الـ الشاشات، ده بيترجم لفلوس. طبعا طبعا، فهي دي اللي بتجيب الملايين، بخلاف ان احنا طبعا عارفين ان امريكا بتبني للدعايه للفيلم الامريكي تقريبا من حوالي اواخر عشرينات القرن الماضي. طبعا فهو الفيلم هي الناس بتقعد تتابع، ودي برضو هي قصه الدعايه بتبقى من قبل تصوير الفيلم، فالناس فالمشاهد بتاع السينما بيبقى قاعد منتظر الفيلم والبرومو بتاع الفيلم بشكل بشغف فظيع، لان هو متابع الكواليس واللي بيحصل ومين هياخد البطوله والقصه والخيال والافكتس وكل الحاجات دي، فالناس بتبقى جاهزه منتظره يعني. طيب خليني بس نتكلم، طبعا هل كان متوقع هذه الايرادات؟ احنا بنتكلم في تقريبا 3 شهور تقريبا يعني. كان متوقع هذه الأرقام؟
والله لا ما كانتش متوقعه، اعتقد ان هم كانوا متوقعين اكتر، بس في مشكله عند ديزني دلوقتي بالذات في المشروع بتاعها، لان الفيلم ده جزء من مشروع تحويل الافلام الانيميشن لصوره حيه. هم عملوا ده في سندريلا، عملوا ده في الاسد الملك، يعني كل كلاسيكياتهم الرئيسيه عملوا ده في بينوكيو. المشكله ان المشروع ده على الرغم من استمراريته لكن هو بيواجه صد من الجمهور اللي مرتبط بالافلام الانيميشن اكتر. طبعا بخلاف ان هم بيدخلوا الصوابيه السياسيه في الافلام الجديده، وبالتالي بتفقد الجلانس بتاعها اللي كانت موجوده واللي ارتبطت بيه اجيال كتير جدا. صح، هم بيدخلوا رسائل كتير دلوقتي. الافلام دي ما تعملش بوم ايرادات. ما تعملش ده. طيب وخليني اقول لك انه ديزني لما بتخطط ان هي تنتج فيلم، بتنتج فيلم وفي نفس الوقت بيبقى موجود في كل العروض بتاعتها، يعني لو موجود في يورو ديزني بيعرضوا كواليس الفيلم واللي بيحصل في الفيلم، لو موجود في سيم بارك كمان طبعا لو فيلم مهم بيعملوا سيم بارك. ولو موجود مثلا في يونيفرسال ستوديوز في امريكا هتلاقي معروض الميرميد زي كل الافلام بتاعه ديزني اللي بتبقى موجوده. فاذا هم بيحققوا ايرادات كبيره جدا، والسي دي بتاع الفيلم واللبس بتاع الميرميد يعني ده بيتم تفاصيل. بس انا بقول لحضرتك يعني هم بمناسبه حضرتك بتقولي ان هم بيبقوا متوقعين الايرادات، المشروع ده كان متوقع له ان هو أكتر من كده. يجيب ايرادات اكتر كمان. هل طب خليني اقول اللي هو الافنجر افنجرز وورلد اللي هو مارفل، عالم مارفل عموما طبعا ده واحد من اكتر المشاريع اللي بتدر عليهم مليارات في الوقت الحالي. طيب هل كمان المشروع بقى ما بين السينما والتلفزيون والمنصات طبعا هم عندهم منصه دلوقتي مهوله منه مثلا طبعا. طب هل موضوع الفيلم، لان موضوع حريه البحر دي وكده هو موضوع قتله بحثا، يعني هو مش الموضوع مش جديد اصلا، اللي هي فكره ان هي تروح وتبقى هي من البشر والتحول اللي بيحصل، وانه كمان جايب البطله اصلا مطربه فطبعا صوتها حلو لان في غنى كتير. هي نفس القصه اللي كانت في فيلم الانيميشن بالظبط اللي هو كان انتاج الثلاثينات او الاربعينات مش متذكر، بس هو نفس القصه. وهي فكره على طول اللي هي حريه البحر والامير اللي هي الحاجات اللي كلها خيال. هل الناس زهقت من الخيالات دي لان حاسه انها ما فيهاش جديد؟ يعني هل ده برضو ما خلاش الفيلم ياخد يعني مثلا قريت في احدى الريفيوهات الامريكيه مش العربيه انه الناس الحقيقه يعني اتصدموا من البرومو، من التنويه بتاع الفيلم، حسوا انه ما فيهوش حاجه جديده، يعني ما تشدوش ليه، يعني لان هم خلاص اعتادوا على افلام ديزني زي ما انت قلت. هي القصه مش قصه ان هم معتادين، بالعكس انا بقول حضرتك مثلا فيلم الانيميشن لسه له جمهور لغايه النهارده بالزبط. لكن المشكله في التطور اللي حصل، فكره ان انت تنقل الانيميشن ده لصوره حيه وتكون بتتعمد ان انت تغير في التفاصيل في الفيلم كان الجمهور مرتبط بيها صح لمجرد انك تمشي تحت مظله الصوابيه السياسيه صح. يعني بطله الفيلم سمراء مش بيضاء مع ان في الانيميشن العكس المفروض ان هي بيضاء بشرتها بيضاء صح فالفكره هنا ان هي ارضاءات ارضاء زي كليبات سياسيه والمذاهب فكريه ده ما بيبقاش محبب وبيحد من جمهور الفيلم صحيح فالجمهور بيبقى لسه مرتبط بالفيلم الانيميشن التو دي اللي معمول من عشرات السنين اكتر من الافلام الحديثه وهي وده مشكله في مشروعهم كله وهي برضو مغازلة في عدم التمييز علشان برضو إرضاء لباقي العناصر الملونة بأنه أنتم ممكن تكونوا بالضبط. أبطال وكمان حتى لو ده على حساب القيمة الفنية لو على حساب بالضبط. المنطق حتى في الفيلم يعني ده بقى شيء موجود عموما في السينما الأمريكية بشكل عام فما بال ديزني بالضبط. كمان بتتولى ده. طب أنا هسألك سؤال يا رامي، هو لسه في عروسة البحر والحرية دي لسه موجودين؟ يعني أنا من الواحد من هو صغير وعروسة البحر دي على طول في أفكاره يعني لسه بتطلع في أفلام حتى هذه اللحظة وبيطلعوها عشان في أوقات كتير جدا شخصيات شريرة بالظبط وحتى السينما الآسيوية نقلت الرموز دي لعندها كمان بتستغلها
يعني في افلام بتتعمل على عروسه البحر دي، وكان في فيلم حتى محقق ايرادات عالميه كان رقم واحد على المستوى العالمي. صحيح صحيح. كان برضو عن عروسه البحر عاملينها بطريقتهم هم. واحنا ننزل عندنا سوق برضو سوق قوي يعني. طبعا احنا ننزل عندنا بشريهان يعني، عملت كتير عروسة البحور دي يعني. فاحنا يعني ننزل وكفى بشريهان. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني رامي المتولي. هتظل عموما السينما الأمريكية طول الوقت بقت الرسائل السياسية موجودة بشكل كبير، فلما حضراتكم كمان بتتفرجوا مش بس على السينما، على السينما والمنصات، لازم يكون عندنا نوع من أنواع الوعي. هو ليه الموضوع ده وليه اختيار لون البطلة الملونة؟ هم بقوا يسموهم الملونين علشان بقوا السود زي ما بيقولوا، أو البلاك بيبول، بقوا يتضايقوا، فبقوا يحاولوا يستعملوا كلمة الملون علشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التمييز. فهي مصالحات بتبقى موجودة بتدخل حتى في الفن، فلازم نبقى واخدين بالنا وإحنا بنتفرج إنه ما بقاش فيه أفلام أمريكية أو أفلام عالمية بريئة. يعني لازم نبقى برضو منتبهين، نستمتع بقى والناس تستمتع، وعروسة البحور والحاجات دي كل جميل. في النهاية الفيلم حقق إيرادات كتيرة جدا، وكانوا متوقعين إنها أكتر، لكن طبعا بيفضل الحلم المنتج حاجة، لكن المشاهد بيبقى حلمه أكبر بكتير.